الحقيقه كمان بنتكلم على اللعيبه وبنتكلم على الجهاز الفني، لكن كمان تعالوا نتكلم على الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب رئيس بعثتنا وطبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الحقيقه اجتمع مع اللاعبين النهارده وكانت اكيد رساله قويه جدا، رساله طمانينه للاعبين، ويعني بس الثقه والتاكيد على ثقتنا وثقه مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب في الاجتماع النهارده، كان اجتماع مهم جدا كان النهارده الصبح. الكابتن الحقيقه الكابتن محمود الخطيب اتكلم مع اللعيبه ويعني بكل وضوح، وتاني بياكد على اهميه المشاركه في هذه البطوله العالميه للمره الثالثه على التوالي، واكيد الثامنه على مستوى تاريخ النادي في هذه البطوله. الكابتن اكد ان احنا ان شاء الله باذن الله عايزين ناخد المباريات بكل قوه، ده اكيد، وعايزين نوصل لابعد نقطه في البطوله. حضراتكم عارفين كمان في سكتنا ان شاء الله هيكون ان شاء الله بس نعدي المباراتين الاولانيين ويكون في سكتنا ريال مدريد، لكن الامال كبيره جدا والطموحات كبيره جدا، وزي ما جماهير النادي الاهلي عندها طموح ان احنا حتى نوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله، كمان كابتن محمود الخطيب يعني بيبعت بهذه الرساله للاعبين، ومفيش ضغوط. يعني انت بتلعب في بطوله كبيره، بتلعب انديه على مستوى عالمي، انا نفسي على المستوى الشخصي ان احنا نقابل ان شاء الله ريال مدريد وتكون مباراه للتاريخ. كابتن محمود الخطيب اكد تاني على الثقه الكامله بكل عناصر الفريق، سواء على مستوى الفني ولاعبين، على مستوى الجهاز الفني، ان شاء الله بيبذلوا اقصى مجهود، واكيد هم متحملين المسؤوليه اللي عليهم، وان شاء الله يقدموا مستوى يليق باسم النادي الاهلي. الحقيقه كاس العالم للانديه من الحاجات خلاص اللي جماهير النادي الاهلي بقت تحب تشوفها وتتابعها، وان شاء الله باذن الله انطلاق هذه البطوله ان شاء الله يوم واحد مباراه اوكلاند سيتي، ان شاء الله تكون مباراه جيده على المستوى الفني وعلى مستوى الاداء ومستوى النتيجه. كابتن محمود الخطيب كمان زي ما بقول لحضراتكم طلب من اللعيبه الاستمراريه في عمليه التركيز داخل الملعب، الروح القتاليه اللي النادي الاهلي يعني اكيد ما بتغيبش عنه خالص، وان الهدف الحقيقه لازم يكون ان شاء الله باذن الله الوصول لابعد نقطه في هذا المونديال في كاس العالم للانديه. ان شاء الله منتظرين انجاز جديد يضاف لرصيد النادي الاهلي في المشاركه العالميه الثامنه ليه.